تسمعوا في 90 دقيقة. مرحبا بكم الكل، بداية أسبوع موافقة لكم في البلاتو اليوم سفيان بن حميدة وطارق الكحلاوي. طارق مرحبا. مرحبا مرحبا لكل المستمعين. طارق موجود هاوكا وريو في الكاميرا وفي الوقت. ريت التحدي 2023 لي ريزوليسيون المعدة في الموعد. محمد زيدا موجود، محمد شيحة، فايزة العرفاوي في الإعداد، أمينوس في الإخراج. ميرسي توت ليكيب إي إف إم تي في. ضيفنا بداية ماضي ساعة يكون هيكل المكي القيادي في حركة الشعب، والبداية باش تكون بالإقالات اللي هبطت في بلاغ على صفحة رئاسة الجمهورية، إقالة والي صفاقس وإنهاء مهام وزيرة التجارة. توت سويت مرحبا بكم. انتم تسمعوا في 90 دقيقة مع خلود. باش نبدأ بوالي صفاقس، لأنه والي صفاقس كان معنا ضيف هنا العديد من المرات، تدخل معنا بالتليفون، فسر لنا الوضعيات اللي صايرة في علاقة بأزمة النفايات في صفاقس. وقت اللي تمت إقالته على ما يبدو والي صفاقس لم يكن على علم بذلك، واتصلت به زميلتنا في إذاعة الديوان وأعلمته أنه وقعت إقالته. طبعا بعد شوية نرجع نسألكم، هو في الأعراف هل الإقالة تصير نورمال ما البلاغ يصير بعد إعلام المعني بالأمر وإلا لا، ولا عادي اللي صار؟ هات نسمو مع بعضنا التصريح الأولي ويلي صفاقس دوب ما سمع اللي هو وقعت إقالته. هاو شنو قال؟ نهار دخلت قلت سوف أعمل تواليا كأني أعمل للأبد، وسوف أعمل كأني أعزل يوم غد. تعرف يا سمعنتها ينجم يكون سيد رئيس ذا معلومات غالطة، كما الناس راهم ما حاش تمش بيا، يعني حتى أنا راني دخلت في دوسيات كبيرة، يعني وقت اللي خصمت يمين قلت ننفذوا، وتبعت برشا حاجات، نعرف المافيا اللي موجودة في صفاقس، نعرف برشا حاجات، وتقلقوا مني، هذا هو صحيح، وذاك سيد الرئيس هو عنده الوحيد اللي يعرف يحكر ويميز كل حد شخ دم، وهل هو زاد يتمشى معاه ولا هذا هو. انا نشكر عفيق الله تعالى لي، وان شاء الله ربي يعينه على تونس. طارق ويلي صفاقس، هل من المعقول انه يسمع باقالته من الاذاعه ولا عادي جدا؟ هو معناتها المعتاد هو انه المعني بالامر سواء باش يتعين او باش يقع اعفائه ويقع اعلامه بشكل مسبق، ويصير نو المرمو حديث وهاو علاش يصير الاعفاء، هاو علاش ما نجمش نواصلوا مع بعضنا، ثم يقع الاعلان على هذا. لكن معناتها قيس سعيد طبعا هو ديما لونتيتيز نتاع العادات والاعراف، يعني معناتها الحاجات اللي عملهم عاده ما همش في الاعراف المعتاده، وتعرف علاقته صعيبة مع الناس، يعني حتى كي بشيع في حد أنا نتصور ويتجنب أنه يتحدث مع الشخص هذاك وكذا. وزيد المشكل هنا اللي خلفية تول الأعفاء أو التعيين، سواء في التعيين كان فينا المفاجئ ما كانش معروف عليه، اللي هو كان قريب من قيس سعيد، كان يدعم فيه في فترة ما، كان ينتقد فيه في فترة ما، ثم ولا يدعم فيه بالفيسبوك يعني في فترة ما. خلفية التعيين يبدو حتى ناس كانوا قرب من قيس سعيد كانوا يقولوا علنا اللي نحن سنعمل على إعفائه، لأنه يعتبروه كأنه اخترق المشروع ومحيط قيس سعيد. ثم هنا أنا خنقول اللي جزء كبير من سياسة الرئيس والتي تعتمد ربما على التقارير، ربما على التقارير الأمنية، هو هنا لمح الوالي قال الرأيس وصلت له معلومات، إيه معلومات يعني ربما فما ولا مهم برشا فلان مع شكون قعد، وفلان مع شكون حكى، وفلان مع شكون كذا، وربما يكون قعد مع بين ظفرين الناس الخطأ أو قابل الناس الخطأ. ما الحاجات اللي تتقال اللي معناتها مسألة مقابلة متاع كورة وهو تدخل لفائدة معناها شخصية رياضية معروفة وكذا باش يقع، والشخصية ذيك ربما لا تحظى بقبول الرئيس، ثم فما مسألة متاع قريب جدا من بعض رجال الأعمال، حتى عنده قرابة معروفة بأحد رجال الأعمال المعروفين في صفاقس، وربما صايرة عركة داخل الوسط متاع الأعمال، ثم العركة الأخرى مع الاتحاد اللي يعني حل عديد الجبهات ربما تراكمت الملفات، ثم الملف الأكبر والأهم اللي تولت حل اللي هو ملف النفايات، كثرت فيه التصريحات معناتها أسوأ حاجة ربما عملها ويلي صفاقس أنه كان يتحدث كثيرا في الإعلام، وساعات تحدث أكثر من لازم، أكثر من لازم مش لأنه أعلن حقائق بل لأنه تحدث بشكل
ربما أساء لي هو وأساء حتى للمؤسسة اللي ينتمي لها. سفيان، الكواليس مهمة جدا في السياسة، وخاصة منصب الوالي كما نقولوا العينين الكل تبدأ عليه، وخاصة أنه من الأشخاص المحسوبين على الانتوراج متاع قيس سعيد. لكن إذا كان احنا نشوفوا الأمور توا هكا برامج، نشوفوا شنو عمل الوالي هذايا وشنو اللي بعده ينجم يعمل. مثلا هل إقالة اليوم والي صفاقس يمكن أن تكون حل لأزمة النفايات؟ معناه اللي باش يجي بعده باش ينجم يحل الأزمة هذه، لأنه اليوم صفاقس للأسف أصبحت مقترنة بهذه الأزمة. معناه يعني في موضوع النفايات وبسرعة بسيطة، السؤال هو أنه هل أنه بتنحيط والي صفاقس باش يتحل مشكل النفايات؟ شنو معناها أنه يتنحى والي صفاقس ويبقى رئيس بلدية صفاقس اللي قبله، اللي كان موجود قبله وهو معاه بدأت مشكلة النفايات ولا تزال؟ وشنو معناها يتنحى والي صفاقس ووزيرة البيئة اللي هي موجودة قبل الوالي متاع صفاقس تبقى في مكانها؟ يعني في قضية النفايات ما تنجمش تكون والي صفاقس هو الشماعة. عيب، انت تعتبره شماعة؟ عيب. انا نعتبر انه اللي صار الكل ما هوش معقول، لانه قبل كيفاش كانت تصير الساعة تعيينات تصير دون مانير سيبلي والعباد تعرف بعضها خير كذا. ثم انه وقت اللي يتنحى واحد ولا تم اقالته على الاقل نحكي في وقت بورقيبة قبل ما يشتد به المرض، كان يستقبل السيد الوالي ولا المسؤول الكبير اللي أقاله يستقبله هو في القصر ويشكروا على الخدمات اللي قدمها به. لأنه فما نظرة أخرى للدولة. أنا نحب نرجع شوية على المضمون متاع كلمة الوالي صفاقس. لا أنا قلت لك قبل ما يستفعل به المرض، لأنه إقالة بن صالح وظروف بن صالح حالة استثنائية، في حالة استثنائية. لكن من بعد كسوا في وقت بورقيبة في نهاية العوام الأخرى متاعه وإلا في وقت بن علي، أنا شخصيا حضرت على نبدأ قاعد في مكتب مسؤول من المسؤولين، نجم يكون وزير، نجم يكون بي دي جي، نجم يقول لي بربي سفيان جاء وقت الأخبار نعم الساعتين خلي نسمعه تو بو أليفي هو بيدو هو بيدو ينجم يسمع بإقالته ولا تسميته في بلاصة أخرى عن طريق هو به نقارنه مع فترات سابقة، ولكن ماذا بيا نقعدوا في الميكانيزم الحالي، خاطر كي تتذكروا وقت عين الولايات نحكيه هنا ونقولوا كيف يقع الآن مع قيس سعيد عين الولايات، حكينا فيه الموضوع. أما سفيان نحب نرجع على المضمون تاع كلام الوالي، تعرفوا أنه الكلام اللي يتقال دوب ما تسمع بحاجة يمكن أنه يكون هذاك أصدق كلام اللي فيه الحاجات اللي بعد بمراجعات ولا كونتي تومبوريز ما عادش تقوله. الوالي صفاقس يحكي على مافيات اللي هي ترفض أنه يواصل العمل متاعه في فتح الملفات. شكون يقصد بالمافيات هذوما؟ في علاقة بماذا؟ هل الملف الأكبر اليوم اللي محطوط على طاولة الدولة الكل ملف نفايات صفاقس يمكن أن يكون فيه مافيات اللي هي ما تحبش الوالي يقع؟ شوف أنا السردية هذه متاع بعد ما معناتها من يقع إقالتي نولي أنا نقاوم في المافيات ومن غير ما نسميهم، تو كنت في موقع مسؤولية معقول أنك تتحفظ، توا خرجت من المسؤولية ما عادش فهم عليش باش تتحفظ عليه أشياء معناها جوهرية ماهيش باش تمس أمن الدولة، لكن باش تقول أنا فما ناس عطلتني وما خلتنيش نحل مشكلة النفايات وكانوا مصلحتها. إذا كان هذا صحيح أولا ساعة بون يزيد تقول أنا علاش ما نجمتش تقاومهم وقت كذا. ثم أنا يظهر لي الوالي عمل برشا تصريحات
جاء الوقت انه يرتاح من التصريحات يرجع شويه تدوينات فيسبوك كيف قبل. انا نعتقد اللي من البدايه كان فما اشكال في التعيين نتاعو حقيقه يعني معناها يعني فقدت اني نقرا له في فيسبوك تفهم اللي ما هيش بالحق وضعيه نتاع ويلي. معناتها خلينا نكونوا هكاك خلينا نقولوا مش معناتها راهو الناس الاخرى اللي قال عليهم سفيان هما بالضروره اكفاء اكثر منه. لا لا ينجم يكون نفس الوضع معناها. نحب نرجع توا لطريقه التسيير الوضع اللي تحس اللي كاينو القرارات نتاع الاعفاء والتسميه تجي هكا. تو مثلا نحن بولايه بحجم صفاقس من المفروض قبل ما تعمل الاعفاء تكون صحيح حضرتك وخذيت قرارا باش نعمل اعفاء. اما ديجا نبدا محضر شكون باش نحط في عوض لانه مش اي بلاصه هي. ما تنساش طارق مش اي بلاصه ولايه صفاقس بعد 8 شهور بلا شوي اي ريزون دو بلوس معناتها باش يتعين الفحمية باش يردوها تقليل باش يردوها تقليل بعد اشهر ولايه هذه هي لو مود اوبيراتوار يبدو انه لو مود اوبيراتوار نتاع الفتره الحاليه هي اني هات نحي وخلي الامر يستراح تو نشوفوا بعض. وهذا مضر بعمل الدوله. وتعرف المشكله تو لهنا قبل يتقال بون فما المؤسسات تتعارك احزاب تتعارك شكون يحط وشكون تدعم ولي ولا مدير ولا كذا. لهنا عنا الرئيس وحده معناه. لهنا شفت حتى بالحكم الفردي وبل انا مستفرد بكل شيء مش بالضروره حل كما يعتقدوا بعض التوانسه. معناها تعرف خلاصه الموضوع كما يتقال برشا وقت الاقالات ومن بعد كل مثلا عبد يكون في منصب ويقع اقالته ويقول لك ما هو على خاطرني انا حليت الملفات. ما هو طارق يقول لك كي انت تحل في الملفات هاو كانت عندك فرصه باش تخدم، علاش وقتها ما قلت لناش عليهم وخدمت عليهم الملفات ونقصت من التصريحات؟ فهمت سوفيا؟ هو 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 شخصيا هو ولي صفاقس هو هو كنت عندك هو هو ولي صفاقس راهو من من الاول ومن لحظه تعيينه بريزونتي بوكو دو بروبليم. الحاجه الاولانيه هو انه ماهوش جدي برشا انك تعين والي من الجهه على الجهه نتاعو. معناها التدخلات تكون قويه برشا موجوده في عديد الحالات. معناها ماهيش حاجه ماهيش حاجه باهيه برشا. الحاجه الثانيه انه هو كان معناها شخصيه شعبويه برشا بالحقيقه. وثالثا الاهم الخلاصه الكبيره اللي نجم نخرج منها هو انه اونكور اون فوا رئيس الجمهوريه يعطينا دليل على سوء اختياره لمعاونيه. باهي خلينا نمشيو توا الفاصل وبعد باش نرجعوا المره هذيا مش للوالي ولكن لوزيره التجاره اللي رئيس الجمهوريه يقرر انهاء مهامها. هي اول وزيره تقريبا مش تقريبا اول وزيره يقع اقالتها في حكومه نجلة بودن. علاش وزيره التجاره بالاساس وشنو وراء الاقاله هذيا باش نحكيو زيد على بيان الاتحاد التونسي للصناعه والتجاره والصناعات التقليديه وبناء على طلب المعده نتاعنا فايز العرفاوي باش نتسائلوا علاش المقرونه والكسكسي. من غير ما تضحك فايزه خاطر انت حبت طيب كسكسي البارح عملت لي ما تركاش تقول انا نوزع فيهم علاش الكسكسي علاش المقرونه. يا اخي انا بعثت لكم في الجروب قلت لكم رانا باش نلوجوا على الكسكسي والمقرونه علاش مفقودين بعد شويه على الاقل نلقاوهم الفايزه او موا احنا ديما هكاك رانا عائله واحده راهو معناها. يلا فاصل ورجعي تسمعوا في 90 دقيقه. مرحبا بكم الكل رجعنا لكم في 90 دقيقة. رئيس الجمهورية يقرر إنهاء مهام وزيرة التجارة والتساؤلات كبيرة جدا على الأسباب. يظل لهنا سفيان بالحق معناها يمكن في علاقة بولي صفاقس النجم نقبلوا نتسائلوا على الخلفية أو الأسباب ولكن إقالة وزير التجارة في الظرف هذايا بالذات يلزمنا نعرفوا علاش. على خاطر ديريكتومون نجموا نمشيوا لبالنا انه هي فعلا كبش في داي مثلا على خاطر الناس طالبه تغيير في الحكومه كوزيره التجاره اقرب حاجه للاحتكار والمشاكل وعيط لها وحكي معاها مش معاها هي حكي مع وزير الداخليه ما قالهاش دونك هي وقعت اقالتها. هي بالنسبه لوزيره التجاره كيما برشا وزراء في الحكومه اللي ما تمتش اقالتهم نجموا نطرحوا سؤال هو جابها واش هزها كيفاش جات وعلاش مشات كيفاش جات لتوا ما نعرفوش
شنية الأسس الاختيار متاع الوزراء. بعد اتنحات ولا حد تعنى باش يقول لنا يا أخي مش الحكومة هذه عندها رئيس حكومة تقول سنية الواش مش عندهم نطق رسمي. إيش قاعد يعمل نطق رسمي؟ بس معناها ما على الحكومة لا ما نعرفش في بال ولا ساعة ان اي هو هو لا هو ينجم يكون ما في مؤكد رعي في معناها لا معناها يلزم وقتها نقولوا ما لهذم سبب تماع الدين ما يصرحوا لحد شيء ولهذا هما بيدهم يلزم يمشيوا. ان ما فهمت اذا نمشي بالمنطق انه ما بالكش ما في بالوش تولي انه فقدين السكر مثالش مثالش اما فما 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 قدام الازمه نتاع ندره المواد الغذائيه او شحها او احتكارها او اللي تحب عليه المشاكل الكل موجوده هذو فما طريقتين للتعامل. اما تقوي الوزير الإلهي بالقطاع ذاك باش ينجم يخدم ويحل المشاكل وهذا فيزيبل ما صارش وإلا تنحيه مباشرة مع إعلان تنحيته إعلان تسمية وزير آخر يكون أقوى وأكثر ديناميكية وكذا. هذا مزادة ما صارش شنو معناها معناها أنه الأسباب نجم ما تكونش هي الأسباب الموضوعية. تنجم تكون أسباب معناها يعرفها كالرئيس وكهو معناها معناها رو رو ولا رئيس الحكومة هي ما هيش موجودة. أنا مهم لهنا باش نذكر بالبروفيل متاع مدام الرابحي اللي هي راهي ما هيش داخلة أو غريبة على الميدان التجارة على خطرها كانت مديرة عامة لأبحاث الاقتصادية والمنافسة في وزارة التجارة وكانت مديرة في المعهد الوطني للاستهلاك. معناه يقول القائل إذا كان باش نحكيه على إنسان يعرف الإدارة من داخل ويعرف التجارة من داخل وفيقة بحاجة تعرف في بالها بكل شيء جاية من السيستيم نتاع التجارة وزارة التجارة. الإقالة اليوم طارق حسب رأيك أسبابها المباشرة والواقعية شنو تنجم تكون؟ نحن في مجال التخمينات دونك مجال التخمينات لهنا يظهر لي كيف وضعية ولي صفاقس مش صعيب باش نفهمه أو نحاول نقوله والله علاش ينجم يكون فما إقالة لوزارة التجارة. عنا مجموعة من الأسباب يزمنا نقوله لي من أهم الأشياء اللي صارت في العام الجديد وما بقاش التركيز برش على هدايا هو أنه معناتها دخلنا في الرقمين في التضخم ارتفاع الأسعار. يعني تقرير الخريني متاع ليانيس المعهد الوطني للإحصاء اللي صدر منذ أيام يقول أنه ما أول مرة معناها تجاوزنا 10% مشينا فوق 10%. وبالنسبة للرئيس معناتها يعني إذا كان باش يعتمد العوامل الموضوعية يقول لك انت متواصل ارتفاع الاسعار ورمزيا تجاوزنا العتبه الرمزيه نتاع 10% دونك ما نجحتش في المهمه نتاعك على اساس انك انت معني بالاساس وزاره التجاره هي مش فقط معنيه بتحديد الاسعار بل بمراقبه الاسعار وبالتالي ما نجحتش في المهمه هذه. ويزمنا هنا نقولوا اللي الرئيس في جزء كبير من الحكومه ومنهم وزير التجاره كما قلت انت ناس يعني موجوده داخل الماكينه بعض ناس طرحت اونتر بارانتيز وخاصه من محيط الرئيس مساله هل انه جماعه الاداره هما الحل لحل مشكله الاداره. وانا نعرف حتى في يكتبوا علنا معناتها يقولوا من الوزراء الفاشلين لكن اللي فيهم مشكل لانهم جزء من المشكل يعني اعتبروا الاداره جزء من المشكل هي وزير التجاره. النقطه الثالثه تو
قبل فما مرسوم الاحتكار طارق، وفما موضوع ايه انها هي هل عندها هي اللي قالت لنا انه القفة المقارنه نتاع المواطن هذيك ما تمثلتش وما لا هي وزيره الماليه اللي قالت هذيك، لكن بالنسبه لوزاره التجاره الواحد يزم يقول هل انه معناتها هل عندها وسائل المراقبه ولا هل مساله التضخم هي مساله مراقبه الاسعار فقط ام سياسه عامه ومنسجمة بين عدد من الوزارات؟ هل مسألة عدم القدرة على التحكم في الأسعار في النهاية هو من ناحية ما هيش مش تقدر عليه الحكومة لأنه فما أسباب خارجية جاي من برا من تونس، ثم هل أنه عندها ما يكفي من الوسائل وإلا ليه على مستوى المراقبين وإلى آخره؟ دونك حصر المشكل في وزيرة التجارة غير موضوعي، معناتها سي با أوبجيكتيف أنه يقع تحميلها مسؤوليتها وحدها في علاقة بالموضوع هذا. لكن نجي للسبب الاخر، خلينا نمشيو بشويه للاسباب الممكنه اللي تكون نجم تكون وراء اقالتها بالذات ليامات اللي فاتت. انا في رايي انه ممكن ربط هدايا بالزياره او اللقاء اللي قام به الرئيس قبل ايام قليله مع رئيس اتحاد الصناعه والتجاره لوتيكا اللي ما قابلوش عنده مده طويله. رئيس لوتيكا كان موجود خارج البلاد عنده مده طويله ما جاش، وكان يتقال حتى اللي فما ربما قضايا صار ضغط داخل لوتيكا عليه لاتخاذ مواقف في علاقه خاصه بقانون الماليه، لدرجه انه يبدو صار اجتماع نتاع هيكل الجهويه لوتيكا خرجوا بيان بدون لا بخلاف البيان الجديد. ها الاجتماع صار الاسبوع القادم بدون حضوره هو اللي فات لهنا كي قابل سمير مجهول الرئيس والرئيس استقبله كان فيها حديث على راه وما تاخذوش وراه ونعيز نصلحوا علاقتنا وما تاخذوش فكره غلطه وانا مش ضد كذا. هل انه كانت مش بالضروره هو طلب بشكل علني، اما هل كانت نوعا ما قالت وزير التجاره نوعا ما كبش الفداء اللي ربما يحسن وضعيه سمير مجهود داخل لوتيكا خاصه انه يواجه ضغوط حقيقيه، يواجه حتى اتهامات اللي هو مش قاعد يقوم بدوره كرئيس لوتيكا. اللي يلزم نذكر زياده اللي انا في رايي اللي قال صار بين بودن ومجهول والطبوبي كان فينالمون بطلب من الحكومه من مجهول انه يتوسط نوعا ما بين الاتحاد والحكومه. هل انه في النهايه هذه اللي قالها هذه عندها اسباب ظرفيه اكثر ربما من الاسباب الموضوعيه الهيكليه المتعلقه بالتحكم في الواحد؟ السؤال الاهم الاكبر الان، هل هذه مقدمه نقطه اوليه مؤشر اولي على على تحوير حكومي ممكن في الاسابيع القادمه؟ انا اعتقد لا توا، انا اعتقد اللي هو بدا بالاقاله لانه ما ينجمش يعمل تحوير حكومي توا ما دام مازالت المفاوضات قائمه مع الفمي ومازال لم يقع توقيع اتفاق مع الفمي. لا اعتقد انه باش يصير تحوير حكومي في الاسابيع القادمه. فما من الاسباب اللي موجوده مثلا نلقاوها اليوم في جريده الشروق هو انه فما شبهات فساد حسب ما قال عليه في وزاره التجاره ديما موجوده شبهات الفساد. فوالا دونك هذايا العماد الدايمي وقت اللي صرح اللي مرصد رقابه قدم شكايه بالوزيره الحاليه وبوزراء التجاره السابقين حول موضوع السكر به. سفيان بدنا نحكيو على السكر، نحكيو على المقرونه والكسكسي والحليب، هذوما ثلاثه مواد فما منهم زوز توا مفقودين، وفما الحليب تنجيوها في الاخر خاطر هذيك المساله متكرره متجدده في علاقه بالاعلاف على ما يبدو. المقرونه والكسكسي نحب نراجعك النظريه مؤامراتيه قلتها لنا عندك مده، هو انه كل المواد اللي اسعارها سترتفع يقطعوها ويسنسونا بلاش بها ومن بعد يرجعوا لنا مثلا باكو الحليب ب 2004 منين ياخذوه نسكتوا هكا ولا لا؟ باش يصير هكا مع المقرونه والكسكسي ممكن جدا قبل ما قبل هذا قبل توجيه الدعم لمستحقيه نسنسوا التوانسه بالاسعار الجديده. هاي ان تنجم تكون استدير ماهيش الدوله اللي تخلي اللي تخبي في المواد هذه، لكن الاسفير تخلي الامور تصير هكاكا، تخلي المزودين يتلكوا في التزويد، ان يخليوا المارشي نوار يخدم. شكون اللي يخلي معني هنا مثلا القهوه؟ اسمع احنا في بلادنا احنا في بلادنا هل هي كي تبدا في استراتيجيه تابع سياسه الدوله اليوم اي نقول لك حويش اي دوله هي اجا نقول لك احنا في بلاد
احنا في بلاد كي تخرج من دارك دخلت راس النهج المركز نتاع حومتكم يعرفك وين ماشي. ان ولهذا الامن نتاعنا عنده نجاعه كبيره ياسر، يعرف شكون اللي يخبي وشكون اللي يبيع وشكون اللي يزود وشكون اللي حط ماسو تحت الصن معناها تحت الوحده نتاع الكهرباء الى غير ذلك، يعرف كل شيء، يعرف كل شيء. والدولة تعرف، الدولة تعرف، هي الاسفير، الاسفير معناها سميوها سميوها ال معناها سيت اللي معناها سيت ان كريم بارو ميسيون اللي تعمل فيه الدولة. ان عامله روحها ما في بالهش بالاهمال، يحب يقول بالاهمال، عامله روحها ما في بالهش، لانه مصلحتها انه ترتفع الاسعار ومش منها الى حين انه التوانسه يلقى معناها بعد تولي الاهميه البريوريتي عند التوانسه شنيه هي انه ننتهيه من فتره الندره ويولي البرودوي ديسبونيبل والسوم هاك استنسنا بيه ما تبدلش السوم كي رجعت. اذا كان نشوفوا اون براتيك حقيقه يحصل كلام سفيان يظهر واقعي برشا. انا ننطلق انا ننطلق من الواقع نتاعنا اليوم ونقول انه مش معقول انه الامور تصير صدفه. انا الله غالب ما نامنش بالصدفه. هنا نعتبر انه نتعامل مع عباد اذكياء بطبيعه تواتر نتاع معطيات. اول حاجه طارق، هل ممكن انه النظريه هذه تكون بالحق موجوده على ارض الواقع، انه المواد باش تزيد سعرها بفعل رفع الدعم باش نراوها تختفي تماما من الاسواق وبعد ترجع بشويه بشويه باسعار اخرى، دونك اوتوماتيكمون نوليو فرحانين وما عادش نخزروا برشا للسوم ونتقويوا على البيدجي نتاعنا، والا فما اسباب اخرى ولا الزوز قلنا انت؟ لا انا ما نعتقدش في النظريه نتاع سفيان، معناتها انا عموما التحليل المؤامراتي مهما كان نوعه نحاول نتجنب نتاع المؤامرات معناتها وي سفيان سفيان توا انضم معناها للتيار السائد نتاع انا يظهر لي بالعكس هو ماذا بيهم ما ترتفعش الاسوام. قيس سعيد بالتاكيد ماذا بيه والفريق اللي عامله بالتاكيد نهار كله، لكن فما اشياء معناتها سواء على مستوى موضوعي هيكلي مش ممكن انك تتحكم في الاسعار الكل تو سامبلومون. بقى كيفاش تتجاوز، كيفاش معناتها تحاول تستبق، كيفاش كذا جاوبني بعد خلينا نكمل. هذيك موضوع اخر. الحاجه تو نرجع حكايه المقارنه، مش نحكيو على المقارنه والكسكسي، ناخذهم كوم اكزامبل. تو مثلا تو مثلا موضوع كيف هكا كي نجيو ندقوا اش نلقاو؟ نلقاو فينالمون المقارونة والكسكسي مهمش موجودين بالشكل المعتاد، مش مقطوعين، مش موجودين بالشكل المعتاد في المساحات الكبرى. حسب ما سألت الناس المعنيين بالصناعات الغذائية اللي هما معنيين بصناعات هالمواد هذي، فما نوعا ما يبدو براد فير مع المساحات التجارية الكبرى اللي كانوا يبدو ياخذوا في دي كونتيتي كبار بأسوام مخففة أو برميز معينة، ويبدو أنه ما عادش يساعدهم الصناعيين في علاقة بالموضوع هذايا، ويبدو نقصوا نوعا ما الكمية المعتادة اللي يعطيوها للمساحات التجارية الكبرى. أما بقية الحلقات متاع التوزيع متاع الجملة مازلت متوفرة معناتها المقرونة والكسكي. بار كونتر شنو النقاش يزمو يطرح؟ هل باش يكون فما أثر للرفع التدريجي للدعم على المواد الأساسية مضاف إليه ارتفاع العالمي لأسعار القمح اللين والقمح الصلب، هل باش يكون لهذا تأثير على الأسوام متاع هالمواد هذية في المستقبل وإلا لا؟ هل باش نمشيو مثلا وانا فما شكون عمل هكا كي الحسبة حسب التكلفة متاع الانتاج متاع قبل مش متاع 2023، مش محاينة في 2023 تقريبا اللي قاله لي هو انه اذا كان نمشوف سعر التكلفة 1583 فرنك، وإذا كان الدعم ينزل من 53 إلى 20%، السعر الجديد من المفروض
يزيد دونك يزيد قديه سعر جديد بناء على سعر الانتاج الجديد وبدو وبدعم برفع الدعم اي برفع أي الدعم قديش تخلط با هو معناتها لهنا الرقم مانيش ندخل في الاكواسيون ابعث له يعرف يعرف يحسب ابعث له يعمل لنا الحسبه خلينا نقراو حسابنا اذا كان نظريه سفيان طلعت صحيحه قديش بكون مقرونه يولي لا شنو هي اللي تو سامبلومون اذا كان يقع دعم رفع الدعم التدريجي مع ارتفاع عالمي للمواد وتونس مازالت كي عملت مناقصه داير القمح سلبي ظهر لي توا الاسبوع اللي فات فانه طبيعي انه باش تلقى شيئا فشيئا ضغط على الصناعيين باش يزيدوا الاسعار لهنا ديجا فما حديث علني على الحليب انه يولي ب 2000 فرنك 1300 و 2000 فرنك الصناعيين نتاع الحليب قاعدين يحكيوا على الرقم هذا باش نسمعوا يظهر لي انا في الاسابيع القادمه وفي اطار الضغط المتزايد لهنا انا يظهر لي فما الكوتي ديموسيون بوليتيك لوتيكا باش تدخل في مسار نتاع ضغط على السلطه في الجانب هذايا كيما المحامين متعلق بالجانب الجبائي لوتيكا وخاصه الصناعات الغذائيه متعلق بالاسعار هذه وسعر التكلفه وتسيرا ورفع الدعم باش نراو زاد الكوتي بوليتيك لوتيكا هل تحب على برنامج عاجل هل تلتحق بالثلاثي والا لا باش يكون باكج كامل هذه باش نراو في المنتجين البيان اللي صدر هذايا جديد حسب رايكم هل هو مؤشر لالتحاق لوتيكا بالثلاثي ولا لا باش جاوا طارق على حكايه المؤامره اي هي خبيوا علينا في السلعه مؤامره قال كلام مش صحيحه برشا معناها انا راني نحكي انطلاقا من واقع هو بده طارق كان يحكي توا انه الحليب او يحبوا يطلعوه ل 2000 ودرا شنو هو بناء على التكلفه قديش الحليب توا 2000 لا السعر الرسمي خلينا من السعر الرسمي ما عادش تلقاه السعر الرسمي ما عادش تلقاه السعر الرسمي هما يحبوا يحبوا السعر الرسمي ل 2000 اللحظة السعر الرسمي اليوم 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 تمشي للعطار مش الواحد تمشي للعطار تلقى حليب نصف دسم يقول لك 5 جنيه ماهوش السعر نتاعو الرسمي المدعو بناء على تجربه على الكتران والمقرونه الدوله اللي هي دوله اللي عندها اجهزه مراقبه عندها اجهزه مراقبه تاع وزاره التجاره تقول لي شويه عندها البوليسيه تقول لي شويه عندها القواده اللي هما برشا هي القواده راهم مستفيدين استناني استناني دونك الواحده دونك الدوله في بالها هي لاسفير هي لاسفير انت هذا رايك متمسك علاش علاش فلا اطار لان هي عندها نيه الترفيع رفع الدعم عندها نيه رفع الدعم وبالتالي الشيء اللي صار انه واقع السوق واقع السوق يساعد البرنامج بتاعها دونك الاسفير علاش قلت لك انا هذه جريمه باروميسيون معناها كلي تخلي تسيب معناها عمر روحي ما في بالي هذايا متناقض مع حاجه بازيك اللي هي شنية اللي هي الانتري بوليتيك بتاع شخص كيف قيس سعيد انه لا يقع الترفيع في الاسعار على الاقل خارج الاراده نتاعو يعني لهنا النظريه هذه تقول فيها انت لا تو ثبت النظريه اللي قلت عليها قيس سعيد قيس سعيد قاعد يعمل في السياسه حسب منحى موضوعي 100% والا رانا في برشا حالات نلقاو روحنا بعاد على الموضوع ليه هو هذايا الذاتي مش حكايه موضوعي ولا مش موضوعي مصلحته السياسيه البازيك الفطريه بارانستان هو انه بيان سور انه الاسعار ما تخرجش على السيطره نتاعو انه على الاقل حتى كي مش يصير ترفيع يتم تحت السيطره نتاعو سولو كنترول نتاعو هو ومتاع لي العظم صار تحت السيطرة نتاعو لكن الشيء اللي صاير الزبدة صارت تحت السيطرة نتاعو القهوة صارت ما صارت شيء ما صارتش اعطيني شنو اللي صار تحت السيطرة وهذه شنو معناها وهذه شنو معناها اعطيني معناتها فما ديفاكتور فما عوامل تتجاوز الإرادة السياسية أقوى من الإرادة السياسية متعلقة بالسوق متعلقة بالمصالح متناقضة ومتباينة والسياسي يلقى فيها روحه مش غرفة مظلمة والسياسي يلقى روحه كل متناسق والسياسي يلقى فيها روحه الكراسة يا مسمع نزيدوا مع بعضنا 200 ونزيدوا مع بعضنا 300 أصلا هذايا كان جاء موجود
راهو الوضعية مختلفة، راك تشوف فما نوع من الانسجام والمنطق، لكن ما فماش لوجيك لهنا الاشكالية، ما فماش لوجيك، المنطق ما تنجمش تلقاه في تحليل الواقع. وزيرة المالية قالت لنا وين شفتوا وين شفتوا انتم اجراءات طبيعة، هي هذيك البروباغندا نتاع الدعايه. اللوجيك هذه هي بالضبط اللوجيك اللي تحكي فيها انت، شو مدخل هذا في هذا؟ الواقع الواقع مختلف، شو مدخل اللي تحكي فيه وزاره الماليه هذيك داخله في النسق الدعائي نتاع راهو لا لباس ونحن قد ما نعملوا من اجراءات. انا قاعد نقول لك اللي الواقع ماهوش غرفه مظلمه ومنسجمه الناس الكل تقيد في كراسه وتطبق. هذا داير اللي يحكي فيه قيس سعيد، اللي تحكي فيه انت طريقه تحليل الواقع بالطريقه هذه هي ذهنيه قيس سعيد اللي يقول لك راه كل شيء موجود في غرفه مظلمه ضدي وراهم ينسقوا ضدي ويعملوا وتتر في حين الواقع فلوك. انا قلت لك انا قلت لك الدوله في بالها بكل شيء ولا سفير دونك لا 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 معناها الدوله في بالها بكل شيء ولا فرق بيناتك انت وقيس سعيد لانه يخدم لانه تخدم فيه في المؤامره تخدم برا هو يحط روحه خارج المؤامره هذيك الفرق. تحب الدوله تحب ترفع الدعم يلا وقت اللي معناها الاسوام تغلى الاسفير ما تخدمش اليات المراقبه واضح. هذا الدوله اي دوله في بالهم طفي الضوء يقول لك سفيان على خاطر الامور ماشيه لصالحها لصالح التمشي نتاع الرفع في تخدم البرنامج اللي عندها. طارق انت ترى انه لا الامور راجعه الى الروايه المؤامراتيه ديما جذابه خاطر هو التحليل السهل. وانا متاكد التوانسه مقسومين لزوز عموما، مقسومين لزوز، اما اللي مصدقين مؤامره قيس سعيد، مؤامره اللي يحكي فيها قيس سعيد تاع فما غرفه مظلمه قاعده تعرقل فيه وهي متحدد في السوق وفي المرشي وفي الاسعار ويتفاهمين على كل شيء وهو معناتها محطوط على جنب ويقاوموا فيه وهو ما عنده حتى دخل، والا النظريه الاخرى نتاع هو ينسق في المؤامره وراهم الناس كل متفاهمين فرد كذا وفي غرفه مع بعضهم والشعب في الشيره الاخرى معناتها ما عندوش علاقه. انا يظهر لي الواقع اكثر تعقيد برشا من هذايا، لكن المؤكد في جميع الاحوال اللي المواطن اللي عنده معناتها وسائل ماديه ضعيفه حتى من الطبقه الوسطى هو ضحيه الوضعيه هذه سواء كانت واقع مركب ولا مؤامره. في حالتي به يلا نمشيو للمنيهله، مش توا باش نمشيو للمنيهله، باش نمشيو اللي صار في المنيهله في الويكاند وقت اللي الناس كلهم مشات للمنيهله في الويكاند كان احنا مقعدنا عليك كان قلت رانا مشينا شنو المشكل فما اي سفري فما شكون يشرب في قهوته غادي نجيب تزيري الناس كلهم بتعرف قهوتها نجيب تزيري يا سفير تاونتين يا ديك ربي باهي مش مشكل مش يضحكوا يضحكوا خاطر منطقة زميلنا في الماتينال نجيب الزيري قال سمعته الصباح قال يسمع ما يشرب هو كان شاهد عيان يشرب في قهوته اي لانه سبحان الله كما ما شاء الله كما تقول رئيسة الوزراء نتاعنا المحترمه ديما يلقى روحه في البلاصه الباهيه. جبهة الخلاص كانت موجودة وفوجئت على ما يبدو بأنه أنصار قيس سعيد في المنيهلة ما خلوهمش يقوموا بالاجتماع متاعهم، استعملوا ضدهم عنف مادي ولفظي، الأمن تدخل. باش نشوفوا توا لي فيديو باش نسمعوا تصريح نجيب الشابي حول ما حصل. يمنعون اليوم لأنهم يعتقدوا واهمين أن المنيهلة خلعت زعيم الاستبداد قيس سعيد. المنيهلة براء وراته من خلال الاضطرابات الليلية، وراته من خلال النسب المتدنية للمشاركة في الانتخابات. المنيهلة توانسة جزء من تونس، أهل المنيهلة هم تونسيون أحرار. اليوم تمنعونا من الاجتماع بهم ما هي إلا جولة بعدها جولات. به نعود ونسمعوا تصريح آخر، عنا تصريح آخر نجيب الشابي سيد المخرج نكملوا نسمعوا نرجعوا للتساؤلات الكبرى. هل كانت قيادات جبهة الخلاص على علم أنه المنيهلة فيها أنصار قيس سعيد ولا لا؟ هذا سؤال. نحن هنا في مظاهرة سلمية من أجل عودة الديمقراطية، من أجل عودة الاستقرار والشرعية، من أجل دحر الدكتاتورية والاضطهاد. تونس تتهيأ للتغيير ولن تقف عجلتها ولن يوقفها أحد. الآن الطيف السياسي يتحد والطيف الاجتماعي يتحد، وحدة الهدف
قائمة وحدة الصف هي في المسار، سنحققها بدرجة في 14 جانفي. به هذا اللي صار في علاقة بجبهة الخلاص. دونك البيان اللي أصدرته جبهة الخلاص تستنكر الهجمة اللي قاموا بها أنصار رئيس الجمهورية في المنيهلة على الاجتماع، واستعمالهم العنف المادي واللفظي ضد قيادات الجبهة. الاستنكار سمعناه بصوت نجيب شابي. طارق، السؤال مباشرة اللي يتسأله في أذهان الجميع، المنيهلة، المنيهلة هي حومته القهوة اللي يشرب فيها قهوته غادي، معناها هو حركة ديمقراطية كبيرة جدا أنك تمشي تحتاج ضد شخص في حومته، وهذا ما قيل جوستمون في الاستاتيو كما قلت أنت قبيلة في الأوف جوهر بن بارك، يقول سنحتج في عقر داره، ويمكن من هنا جات المواجهة. مش معناها اللي صار راهو كوريكت وصحيح، الاعتداءات اللفظية والمادية مرفوضة تماما في عقر داره ولا في حومة خوها، ما مش مشكل، ما نعتديوش على الناس، ولكن سياسيا شنية الحركة هذه؟ لا، خلنا بدأوا بالمبدئي. المبدئي أي مواطن تونسي عنده حق يحتاج وين يحب، في المنيهلة، في المعنطة، في كل بلاصة من حق أي نقرروا باش يحتاجوا في المنيهلة من حقهم، يعني هذه حاجة بازيك، وعلى الأمن حمايتهم إذا كان قرروا احتاجوا ومشاو بالإجراءات العادية. مش من حق حتى حد يعتدي على أي شخص آخر، تحب أنت تحتج عليهم هما امشي في بلاصة أخرى وقول احنا نحتاج، وما تهجمهم ونوليو في حالة متاع احتراب وعدنا في نصته لضرب وضريبة وبونية وتسيتيرا، هذا غير مقبول. ونحن الوضع الحالي الاقتصادي والاجتماعي اللي كنا نحكيه عليه، اخر حاجة يتحملها توا هالقادح هذي متاع العرك والضرب، وانت تضربني وانا نضربك، ولا اعلم شنو ينجم يجرى. وحسب جوهر بن بارك قال كان فما اصلا محاولة الاعتداء عليه هو شخصيا بسلاح ابيض وتسيتيرا، دونك ما نعرفش. هذا كل طبعا بكلمه هو، ما نعرفش شنو وزارة الداخلية قالت، ما نعرفش. من جهة أخرى نجيب البوليتيك تاو، ذاك المبدأ استراتيجية خلق الوضعية، أما هذه أنك تمشي باش تخلق وضعية معينة وانت تعرف النتائج متاعها، ما فهمتش شنو الهدف. يعني أنك أنت تمشي تقول هذه أنا ماشي في حومتك باش نحتج عليك، راك أنت يعني إذا كان المقصود راه حتى في حومتك ما عندكش دعم، حتى لو في حومتك شنو تحب تقول، معناتها في حومته ما يجيوش ناس معاه يدافعوا عليه، هاو خرجت ناس ولا تتهاجم ولا تضاربه، مش يعني شنو المقصود بالضبط انك تمشي الحومة كذا. انا داير نتذكر فترة من الفترات كان وقت المرزوقي في القنطاوي، فما جماعة تبعث له الدار ومن القنطاوي غاديك بسوسة وتسيتي راو هنا راو حتى في حومتك شنو بلا خارج. انا يظهر لي اذا كان بتحب تحقق هدف سياسي، ما هوش هدف سياسي، السياسة تتلعب في مساحات أشمل. أنا كنهار قلت ونعاودها، ما نجموش نحكيه على استطلاعات الرأي للأسف، لكن خليني أقول اللي الحاجة اللي شفتها الأسبوع اللي فات في أحد الاستطلاعات اللي أنا نثيقه، خليني نقول من تو، راهي صادمة. رب خلف قيس سعيد يحاوس القدام، راهو الثاني لا علاقة له بالنخبة السياسية أصلا، عنده دمعة في عينه. يعني أي. يعني أنت لهنا عندك وضعية مأساوية، اللي السياسة الكلاسيكية في انعزال، في هو كام معناتها بعيدة توتال ما على عموم الناس، اللي عموم الناس. يعني شوف هنا جايين طلع 14 جانفي، إذا كان الهدف من التظاهر متاع 14 جانفي مش عملية متاع حق التعبير وكذا، بل هو مرة أخرى خلنا نعملوا عركة وتسيتيرا وكذا وتصير مجريح وتسيتيرا، فانه راهو جزء كبير من الشعب التونسي ما عادش يخمم كيما قبل الثوره وكذا وضحايا. نحن في وضعيه اخرى، وضعيه السياسه الكلاسيكيه ومتاع السياسي والمعارض والحاكم وكذا، تجاوزنا الشيء هذا. وهنا راهي من شيره، ما لازمش نلعبوا بالنار والخطوره متاع مجاريح وضرب وكذا، والحاكم يدخل القمع ويلقى روحه بين قيس سعيد الخطاب المتشنج ومعارضة في تلعب في عقر داره، ومشيرة أخرى عنا مواطنين راهو بالنسبة لهم اللي يغزروا له، ليه الجو ذيك الفيديوهات هذي أصلا مش مركزين عليه، يغزروا للواحد ذاك البلايس متاع القمح
والبطاطا والزيت وكذا. هذوكم علاش مركزين فينا؟ اما فما زاده تنجم تجيك المعارضه تقول لك شكونك انت باش تحدد لي انا هلي قلنا ليه وين قلنا لها ليه؟ قلت لك انا عندهم الحق مبدئيا. ايه انا نحكي توسياسا عندهم الحق مبدئيا يمشوا في البلايص كل. انا نحكي شنو الجدوى فقط، انا يجب ان ارتد تلقائيا عن حقي باش ما يصيروش مجاريح من الطرف الاخر يحترم زاد حريه التعبير. بالطبيعة بالطبيعة هذيك يلزم هو دو برانسيب في حتى كلام. شو رايك في صار في المنيله باش نرجعوا في سعر البطاطا الجنبيه؟ يلزم نختاروا شنو هو المنطق اللي نحبوه. اي اما منطق اكلي كان في الربط ولا قبل البنديه نتاع الربط ما يتعاركوش في الربط نتاعهم، يمشيوا للربط الاخر باش يتعاركوا ويواجهوهم البنديه نتاع الربط الاخر ويعملوا ديسونت للربط للديسونت المقابله. هذا هي منطق، ما منطق نتاع بنديه مش منطق نتاع سياسه. إجا نعملوا سياسة تو. السياسة هو أنه كل طرف سياسي، وجبهة الخلاص تنجم تتفق ومعها هي طرف سياسي اليوم وطرف سياسي تحبه ولا تكره فعل. اختارت أنها تمشي للمنيهلة. المنيهلة إلى حد إلى حد اليوم راو يدخلوا لها التوانسة لأنهم يحملوا بطاقة تعريف قومية، ما يدخلوا لهاش بفيزا. وبالتالي من حقهم أنهم يعملوا اجتماع في المنيهلة. واضح، من حقهم من حق الناس اللي تعارضهم أنها تعارضهم. لكن راو اختر أنه تصير المعارضة في شكل مواجهة. باهي احنا عندنا اختار علاش نذكرك بحاجة ما ننساوهاش، يلزم حاجة ما ننساوهاش. وقت اللي المعارضة خذت شكل متاع مواجهة ميدانية تم سحل لطفي نقر اكل عام. ما تنساوش ورابطات حماية الثورة مش بعاد برشا على الوجوه اللي شفناهم البارح في المنيهلة. كيفاش رد بالنا زاده؟ اي من الشيلة من التصرفات، من اللهجة، من معناها لي زاتيتود. دونك ردوا بالنا، دونك المعارضة لا تعني المواجهة الميدانية. المواجهة الميدانية هي احترام. شفت شخص البارح في الناس اللي هبطت تعارض في المعارضة او تواجه او حاضرة لتحتج لصالح قيس، شخص مترشح للدور الثاني في من غديكا من الجهة من المنيهلة. هو باش يواجه في معناتها موجود في الدور الثاني وينجم يولي نائب في البرلمان. ما فهمتش انا اش يعمل في الشارع. هذا هو نرجو مع احلام العبدالي في الدوسي. الموضوع مهم جدا، الماء يا وليدي رانا في خطر مائي كبير جدا. مع خلود احلام العبدالي مرحبا بك. مرحبا الدوسي، الموضوع اليوم هو الماء. بلغ معدل امتلاء السدود لأواخر ديسمبر 2022 28.5% فقط حتى آخر العام اللي فات، كيف ما قلنا في مؤشر خطير على وضعية الموارد المائية في تونس بفعل الجفاف خاصة في منطقة الوسط وفق إحصائيات رسمية. خلود الإحصائيات هذه جينا رسمية. احنا نتذكر زادة أنه التقرير متاع البنك الدولي اللي كان صدر في الثلاثية الأخيرة في العام اللي فات، اللي هو تقرير مفزع ومفزع برشا للإطلاع عليه، يشوف شنو المخاطر اللي نبه منها البنك مونديال. يقول أنه تونس واحدة من أكثر الدول المهددة بفعل الجفاف وبفعل ارتفاع معدلات الحرارة الجنونية اللي عشناها خاصة في الصيف اللي فات، مهددة بتداعيات خطيرة للتقلبات المناخية ومهددة بأزمة غذاء وكذلك مما ينجر عنه أزمات اجتماعية قد تصير وتصير برشا. يقول القائل شنو علاقة الماء بالأزمات الاجتماعية؟ هذايا سؤال ربما يطرحوه برشا عباد، لكن الماء هو واحد من مقومات الأساسية في حفظ السلم الأهلية وفي
كمان الحياة الكريمة وفي النظافة والغذاء وإلى ما إلى غير ذلك. المرصد التونسي للمياه كان خرج التقرير متاعه وحكي جستمو على المسألة هذه وقال وصنف الولايات شكون أكثر ولاية المهددة بالعطش والولايات اللي تشهد تبليغات وتشهد إشكاليات مائية. خلينا نقوله تصدرت ولاية بنعروس ولاية تونس الكبرى. بنعروس بالثقل الديموغرافي متاعها والثقل الصناعي الكبير والثقل الصحي وعديد المقومات الأخرى المهمة في ولاية بنعروس، تصدرت ولاية بنعروس أكثر الولايات إشكالات على مستوى المياه، تتلوها ولاية جيبس الولاية اللي هي تتصدر مؤشر التلوث البيئي في الجمهورية، هي الثانية من خلال الإشكاليات المائية والتبليغات والتسرب ومجموعة أخرى من المعطيات، ثم ولاية أصفاقس العاصمة الاقتصادية اللي تشهد زيادة إشكال بيئي خطير وخطير جدا لم نجد له حل. احنا باش نسمعوا رامي بن علي عن المرصد التونسي للمياه باش يحكي لنا على الإشكاليات اللي تم رصدها وعلى التصنيف هذا من شنو جاي، وباش يقول لنا زيادة خلود انه فما إمكانية او فما سيناريو خطير وخطير برشا يطل برأسه هو سابقة في تاريخ الدولة الوطنية، وهو سيناريو التقسيط المائي. ما عادش باش نحلوا سبالة نلقاو ماء كيف ما قال رشد الغنوشي اكل عام. نسمعوا رامي بن علي ونرجعوا. بنعروس تصدر عدد الإشكاليات المائية ب 233 إشكال، تليها ولاية جاب 186 إشكالية خاصة بالمياه، ثم كذلك ولاية صفاقس المرتبة الثالثة ب 184 إشكالية، وفي المرتبة الرابعة ولاية قصة ب 167 إشكالية مائية. اليوم قطاع المياه يشكو عديد الإشكاليات وعديد معناها الحاجات اللي هي معناها تخلي قطاع المياه يشكو، ونتوصفوه احنا في المرصد التونسي للمياه كونه هو يشهد أزمة هيكلية. الأسباب هذه هي غياب استراتيجية وطنية للتصرف الموارد المائية، كذلك الأزمة الهيكلية تتمثل في الإطار في ضعف وهشاشة الإطار المؤسسات المكلف بقطاع المياه. عندنا رقم اللي هو عندنا بنسبة 32% تسربات في وسط الشبكة بالنسبة للوسط الحضري، وبمعدل 45% بالنسبة للوسط الريفي. بالنسبة إلى ما تشهده اليوم البلاد التونسية من وضعية شح مائي وكذلك فقر مائي، ثم سيناريو أن الدولة تتوجه إلى نظام التقسيط. احنا في المرصد التونسي للمياه ما نحبتوش انه يكون تم نظام تقسيط للمياه، لانه هو بطبيعته قطاع يشكو عديد الاشكاليات، وتم بعض المناطق ما فيهاش معناها غائب تماما. الناس هذه كيفاش باش نقسطوا لهم وندخلوهم في نظام التقسيط وهم ما عندهمش ماء اصلا. هذا كان رامي بن علي على المرصد التونسي للمياه اللي هو الحقيقة يخدم في خدمة كبيرة وكبيرة برشا. احنا خلود تويكا خاطر اللي عنا الاخبار انا نقترح اللي نرجعوا بالاكسخي الثاني بعد الاخبار، خاطر الاكسخي طويل شوية، لكن باش نحكيوا النقطة هذه متاع تقسيط المياه، لانه رامي بن علي يقول وقت اللي حكيت انا وياه في الاوف يقول كيف ما احنا نعرف الكل ان هذه سياسة خطيرة برشا، باعتبار وانه فما ولايات الماء اصلا مقصود، لانه الاكستري ثاني هو على المقترحات. نكملوا غدوه الدوسي خاطر احنا بعد الاخبار عنا ضيف هيكل المكي، غدوه نكملوا الجزء الثاني. الموضوع خطير برشا خاصه في ترتيب الولايات اللي قلتهم لنا، فما برشا ناس ماهيش فايقه بالخطوره نتاع الموضوع، ولو عندنا قفصه تحتل عندنا قفصه تحتل المرتبه الرابعه اللي هي ولايه الماء يضرب فيها بثلاثه بالاربع ايام ما يمشيش في اوت في أوسو، معناها ما فماش ماء. هو دوسي دوسي، أنا نقترح أنه غدوة نعاود ونحلو الموضوع بالكدي بأكثر تفاصيل ونشوفوا شنية القرارات الحالية في السياسة المائية للدولة. أحلام معاك، مرسي بوكو، ونستقبلوا بعد الأخبار ضيفنا هيكل المكي اللي في آخر تصريحاته يقول أنه حركة الشعب منفتحة على كل المبادرات الوطنية. خلينا نشوفوا حركة الشعب اليوم ماذا سيكون، شنو بشكون اختياراتها في أي مبادرة باش تكون فيها، هذا إذا كان اختارت. شكرا لكم الكل. سفيان مرسي، طارق مرسي بوكو، نرجع لكم بعد الأخبار بعد شوية.